اليوم نتوقف شوية في التفسير، لأنه في أحداث بتفرض نفسها، ولا بد من الحديث في مسألة سوريا وحلب. العدوان على سوريا، ومش طبعا فقط سوريا، ومش فقط ليبيا، ومش فقط العراق، هو عدوان ثلاثي، يعني البارزين فيه أمريكي روسي شيعة. ومش بالإمكان كان إطلاقا الأمريكي والروسي إنه يقدروا يحققوا شيء في سوريا بدون ما يكون الشيعة على الأرض. وانتم بتجدوا تصريحات موجودة على اليوتيوب، تصريحات لمسؤولين إيرانيين إنه لولانا ما استطاعت أمريكا تسيطر في أفغانستان، يقولوها بوضوح. ولولانا برضو قالوها برضو في العراق ما كان لهم مش سيطرة. شيعة، وهو العلويين كمان شيعة على فكرة. وإياكم تظنوا أنه الأسد يعني إله قرار في داخل سوريا، هذا كلام. القرار للشيعة وروسيا في داخل الأسد خان بيمسك في أي حدا، وهم بيقاتلوا الشعب، بيقاتلوا الشعب السوري، وطبعا بيحاولوا يتستروا بستار المقاومة ومقاومة الاستعمار. ما هي كله هذا انفضح، ما عادش يعني الكلام هذا يجدي. الآن الشيعة يقاتلون، الروس يقصفون، الأمريكان برضو بشارك. الآن الشيعة قديما لهم على فكرة في التاريخ سوابق، بس بكفي تعرفوا انه ايران كانت اغلبيتها سني، او بلاش كلمة سني، كان اغلبيتها مسلمين، كانت اغلبية ايران مسلمين. وجاء حكم اللي هو حكم الصفوي، اسماعيل الصفوي، واباد مش مئات الالوف، اكثر من مليون، اباد وقتل علماء، واجبر الناس اجبار على انهم يتبنوا التشيع. وكان الصفوي فكرة مسيطر على العراق، جت الدولة العثمانية وخلصت العراق منه. المسلمين عمرهم ما مارسوها مع أي أمة من الأمم أو دين من الأديان بحيث أنه نجبر الناس يغيروا دينهم، فيش عندنا هذا الكلام. عند باقي الأمم موجود، في باقي الأديان موجود، سواء كان الدين الشيعي أو الدين المسيحي مارسوا. حتى الدول الرأسمالية اليوم العلمانيات، هي طالما أنت بتأخذ العلمانية، ما هي دين العلمانية؟ انتو شي يبالكم العلمانية؟ ما هي دين، فلسفة. طالما انت ماشي وفق فلسفتهم تمام، وإلا بيقتلوك. في ناس بيقولوا هاي في بيعطوا حريات، طب ما هي فرنسا ام الحريات، واللي فيها بدد الديمقراطية. قال يعني ما قدرتش تصبر على بنات بيحطوا اشاربات، وصارت القوانين ويجتمعوا ما الاشاربات صارت تزعجهم، بنت تحط اشارب ليش؟ طيب بدهم يحموا انفسهم، من ايش تحموا انفسكم؟ من ايش؟ ما فيش هذا كلام. وانتم شفتوا كل ما بدوا يشعروا انه الام بترجع لدينها بصيروا بدهم يقتلوها. وحتى الناس اللي بيعيشوا عندهم وكانوا بيشعروا في يوم من الايام انه يعني في حريات، بدوا يلاحظوا انه هذول الناس بدوا يضيقوا ويراقبوا، بخافوا من ايش؟ فهمتوا علي؟ وبعدين لاحظوا بيجي مسيحي بيرتكب جرائم في بوسنة مثلا، احنا المسلمين ما جيناش قلنا للمسيحية في فلسطين او في سوريا او في مصر او في اي مكان انتوا المسؤولين عن هذا المسيحي اللي بيقتل المسلمين في البوسنة، نقول لهم هالكلام؟ احنا عمركم سمعتونا من قلهم للمسيحيين؟ اليوم اذا واحد دينه مسلم وعندهم وحامل جنسيتهم وكذا بقوم بعمل، بيعتبروا انه المسلمين كلهم اللي شوفوا الإجرام. طب ليش ما نخلي إحنا كل المسيحيين هم المسؤولين عن جرائم المسيحيين المرتكبة ضد المسلمين في العالم؟ إحنا ديننا بقبلش هالكلام، لأنه إحنا دين حق، فيش لدين واحد دين حق، كله باطل. ومن هون بنكشفوا إيش يعني لما واحد بيحمل جنسيتك وبكون بعمل. طب ما هم بيعملوا إحصائيات في الدول الغربية وفي أمريكا، بيجدوا الجاليات اللي دينها مسلم
هي اقل جاليات بينها جريمة، هي اقل شيء. مسلم بصيروا بدهم يتحدثوا عن المسلمين في كل مكان. طبعا إلها سر، هاي من اهم اسرارها، انهم كل هذول اهل الباطل شاعرين انه هذا الدين الوحيد المتفوق واللي بيشعر باناقة فكرته، وانه المسلمين حتى المتخلفين بيعتزوا امام كل البشر بدينهم. فهم من هذا الكلام على فكرة كلهم تجدهم مستفزين منك انت بالذات، لانك بتملك الحقيقة انت وبتشعرهم انك انت راسخ. احنا الصعلوك عندنا ايمانه اقوى من الكسيس عندهم. الصعلوك عندنا اللي بتشوفوه مصعليك ايمانهم اقوى من الكساوس عندهم ومن الحاخامات. فبالتالي بس الله سبحانه وتعالى بيكشفهم مشان يحررنا احنا كمسلمين من الخدعة اللي كنا نعيش فيها بالنسبة للكفر، ومش قادرين نستوعب شو الكفر. والقرآن بيحاول يفهمنا، القرآن بيفهمنا ايش الكفر من اول يوم، وبيقول لنا انتبهوا انتبهوا انتبهوا. لما بيجي بيقول لنا بعضهم اولياء بعض، حتى لو ما كانوش مواليين بعضهم، شو بقصد فيها من ضمن المعنى؟ من ضمن المعنى اتصرفوا على هذا الاساس انه بعضهم اولياء بعض. تبدو روسيا مع امريكا انها مختلفة، لكن اذا بتلاحظوا الان شو اللي بنظروا براقب السياسة اصلا. لما هزمت، انتبهوا الان، لما هزمت روسيا في افغانستان مين اجى محلها؟ امريكا. ولما هزمت امريكا في المنطقة هون في العراق وكا اجت روسيا. هذا صدفة؟ هذا الشيعة معتادين على القتل، على قتل الناس من اجل انهم يتحولوا بالقوة، معتادين عليها، وتاريخهم اسود معروف. الروس نفس الموضوع، تاريخهم اسود معروف. والامريكان هذول الان الثلاثي اللي واضح. اذا الان بقاتلوا الشعب السوري.